قصة تأثر فيا بصراحة. حلوة قوي. طيب هل نقدر نقول انه في معايير معينة نقول عليها انه دي قصة ناجحة او لا؟ لا طب بتنشري ده بناء على ايه؟ بنشر بناء على ان كل حد فينا برحلته. انا ما بنشر، انا دايما بقول ان احنا ما بنحتفلش او ما بننشرش قصص النجاح، احنا بننشر الرحله. فكل حد عنده رحله هي ملهمه في خطوه من خطواتها، في محطه من محطاتها. فما فيش حاجه اسمها انا ميس ناجحه علشان عملت احكي، او مش ناجحه علشان ما عملتش احكي. ما فيش حاجه اسمها ان الست اللي قررت تقعد في البيت هي اقل، او الست اللي قررت تشتغل بس هي اقل. هي كل ست قصتها ملهمه بطريقتها. انا دي احكي اتبنت على كده، ان كل ست قصتها ملهمه وقصتها مؤثره وعندها نقطه نجاح. لان احنا بننجح وبنقع وبننجح وبنقع، فما فيش حاجه اسمها، ما فيش معايير. هي كل قصه ملهمه في حد ذاتها. صح. صح. يمكن كل قصه هيبقى ليها اكيد ليها فيها سطر او سطرين هم نقدر عليهم التيرنينج بوينت، نقطه التحول في حياه وباقي الناس السطور كتير. كلنا بنقع وبنرجع بالزبط. فهي الرحله. احنا بنحكي عن الرحله عامه. بالظبط. طب لو هنتكلم معاكي عن حمله اونلاين بامان اللي كانت مع السفاره الالمانيه، برضو احكي لنا يعني التعاون جه ازاي وايه الموضوع كان عباره عن ايه بالظبط. الحقيقه احكي بتتكلم على بتعمل حملات توعيه كتير عن موضوعات وقضايا بتخص الستات بشكل عام، لرفع الوعي للستات والمجتمع بشكل عام. فدايما بنشتغل مع شركاء عندهم نفس الفيجن او عندهم نفس الرؤيه او بيشتغلوا على نفس موضوع او عندهم بروجرامز او برامج بتساعد على ده. فاحنا بنعمل الجزء التوعوي الديجيتال او الديجيتال ميديا او على الاونلاين او السوشيال ميديا او كده. فاونلاين بامان هي فكرتها ان احنا نرفع الوعي عن المضايقات والمخاطر الاونلاين اللي بتعرض ليها ستات بالذات في الفتره اللي فاتت. طبعا متابعين في حاجات كتير بتحصل، من هاكينج موبايلات لصور شخصيه لابتزاز لتحرش لكل الحاجات دي. فكان في الكامبين دي كانت فكرتها، احنا عملناها بالتعاون مع السفاره الالمانيه لان هم عندهم نفس الرؤيه، ان احنا نرفع الوعي انه ازاي الستات تكون اونلاين بامان من كل النواحي بقى، من خلال السايبر سيكيورتي والامان الرقمي ومعرفه القوانين وازاي تحمي نفسها ونرفع الوعي اصلا انه في حاجات كده هي مش اوكي. التحرش الابتزاز وات ايفر هو مش اوكي، وفي قوانين بتمنع ده وبنساعدهم ان هم يعرفوها وان هم يستخدموها كمان. فدي فكره الكامبين. واعتقد كمان فكره المسجات العجيبه الغريبه اللي بتجيلنا دي الأزرز. دي بلاوي. وفي منها بيصنف على انه تحرش والبنات ما عندهاش فكره انه لا على فكره هو ده تحرش، او انه المضايقه اللي بيقولها لك بشكل معين او الجمله اللي بيقولها لك بشكل معين هي دي. الموضوع طبعا متدرج يعني من اول بالزبط. هاي ممكن نتعرف لحد ما بيبعت صور بالزبط. ما ينفعش تتبعت او يبتدي يتدخل في حياتك ويضايقك بطريقه مرعبه. فعشان كده في مباحث الانترنت في مصر تقدري تروحي لها لو حصل لك حاجه زي دي. فده جزء من الكامبين يعني. طب هل من خلال الحمله بتاعتكم قدرتوا توصلوا كده، مش عايزه اقول نصايح، ولكن بعض المقترحات او بعض الحاجات اللي ممكن تقولوها للبنات في النقطه دي بحيث ان هي تبقى اونلاين بامان او ان هي تاخد بالها اكتر من في حاجات صحيحة. كتير قوي، بس واحد احنا بنحاول على قد ما نقدر ننشر حاجات ليها علاقه بالامان الرقمي. يعني ازاي تحافظي على تليفونك، الايميل بتاعك، الباسورد بتاعك، تعملي ازاي عشان ما يتسرقش. دي حالات بنشوفها كتير، فدي حاجه مهمه. اتنين، تبقى عارفه حقوقك، القوانين بتحميكي وما فيش حاجه اسمها ان حد يبتزك، سواء كنتي اوريدي مثلا حد تعرفيه وانت او بعتي له الصور بارادتك او مش بعتي له الصور بارادتك، مفيش حاجه اسمها ابتزاز، هو تحت طائله القانون مجرم، فما تسمحيلوش يبتز. ثالث حاجه ودي بقولها انا بشكل شخصي ودايما بنروج لها، انه ما تخليش حد يبتزك عاطفيا. يعني ما تخليش حد يبتزك عاطفيا ويقول لك انت مش واثقه فيا ابعتي لي كذا، او انا بحبك فابعتي لي كذا وانت مش راضيه ومش موافقه. ده الحيله الاشهر تقريبا اللي بنسمعها في exactly. كل مكان. بالظبط. وانت مش راضيه ومش موافقه، فدايما بقول اللي تبقى يعني ما تبنيش جسور ثقه انت مش قدها، علشان انت الوحيده اللي هتتضري نفسيا ومعنويا. هتاخدي حقك، لانه ما فيش حاجه اسمها ابتزاز بنروح له وبنكمل معاه وبنعيط. لا، لازم تاخدي حقك، بس ليه تعيشي اصلا فترة عدم الأمان والضغط النفسي دي؟ علشان بنيتي ثقة مش في محلها. يعني بحاول دايما ان انا اقول ان البنات سيطري على حياتك على قد ما تقدري، بحيث ان محدش حتى يضايقك، حتى ان انت نفسيا تتضايقي. فدي نصيحة دايما بقولها يعني. طيب نميس، برضو يعني خلينا، انت بتتكلمي عن النصايح والحاجات اللي بتحصل على الديجيتال عامة او السوشيال ميديا بصفة عامة، دلوقتي ايه ممكن تكون ابرز الحالات اللي بتجيلكم؟ بتساعدوهم ازاي البنات بالذات؟